السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شلونكم خواتي؟ إن شاء الله تكونوا لاباس. عندنا اليوم بوت لعملة باريس جيرمان، عملة جديدة موجودة على الموقع الرسمي الخاص لنادي باريس جيرمان. أولا قبل بداية الفيديو نصلي على الحبيب مصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نأتي هنا نضغط إبداء هكذا، نذهب للموقع الرسمي، موقع نفتح الموقع الخاص بهم، هذا هو الموقع الخاص بالعملة. اضغط هنا، يعني نبحث على العقد الخاص بالعملة، وكذلك هذا الموقع الرسمي الخاص بالعملة، موقع تابع للشركة. كما تلاحظوا عندهم صفحة على الفيسبوك، على تويتر، على يوتيوب، على كما تلاحظوا هنا أخوتي، الموقع يقول يرجى القيام بمهام مطلوبة لتكون مؤهلا تحصل على رموز الإنزال الجوي. ينضم وحصل على 5 قطع من باريس جيرمان بقيمة 162 دولار، لكل إحالة 0.3 قطعة بقيمة 9 دولارات. بالمشاركة أنت توافق على الشروط كذا وكذا. المهم نعود نضغط هنا جوان ايدروب في الأسفل، هنا نضغط اضغط هنا، ننضم للقناة، هذه القناة الخاصة بهم، جروب الخاص، نعود ثم نضغط نيو شانل هكذا انضمام. ثم نعود نضغط على بروسيد في الأسفل، نضغط هنا نلتحق بهم على اليوتيوب، نضغط هنا أبوني، ثم نعود ثم نكست. يطلب منا محفظة الإيثيريوم أدرس بي أو بي 20. المحفظة يقول لك تأتي بها من ميتا ماسك، بينانس، وتريس والت. خير انت واش تحب، كاين بينانس وكاين تريس والت وكاين ميتا ماسك.
بعد ذلك لكي نأتي برابط المحفظة عنوان الإيثريوم بي أو بي 20، نذهب إلى تريستوالت هكذا، نكتب إيثريوم ثم نبحث على إيثريوم توكن هكذا، نضغط هنا كوبي. ولكي تتأكد من ذلك سوف أعطيكم رابط العقد الخاص بالعملة، كما تلاحظوا إيثريوم توكن، نزل أسفل، هذا هو رابط العقد. تضعونه هنا هذا هون هكذا، نغير سمارت شين كولي، نأتي باسم العملة هنا هكذا، هو تابع لسمارت شين، نضع هنا الاسم الخاص به، وهنا نكتب ETH، وهنا رقم 18. نضغط تيرميني، كما تلاحظوا بي او بي 20 ايثيريوم. سوف تجد رابط اسفل الفيديو وتقومون بالعمل الذي قمت به. نأتي بنسخ العملة هكذا، رابط نضع هنا هكذا، اطلب ادرس ايميل، هكذا تضغط هنا دون بالانس. لدي 5 قطع بقيمة 160 دولار كما يقول الموقع. $162 5 قطع، وكل إحالة 0.3 بقيمة 9 دولار. وجدت صعوبة في إيجاد رابط العملة لأني لم أجد إيثيريوم توكن بي بي 20 حتى دخلت على بيزيسكان وبحثت عنها. كان هذا الشرح خوتي، المهم ريفيرال خاص بكم، هذا تنسخوه وتشاركوه مع أصدقاء. كي نضغط ويدرو يقول لك 15 سبتمبر، يعني مازال يومين فقط ويتم إرسال العملة. واللي حاب يحط مثلا رابط العملة تاع بيناس سمارت تشين، عملة بيناس، يذهب إلى هنا، يضغط على المحفظة، يضغط على ديبوزيت ويكتب اسم العملة. كما قلت لخوتي نضغط هنا في الأسفل على الوالت هنا، نضغط هكذا، نضغط على ديبوزيت، نكتب ETH، نضغط على الإيثيريوم، كما تلاحظوا هذا هو بي او بي 20 سمارت تشين، وليس الأول بي او بي 2. نضغط على هذا هكذا وننسخ الرابط هكذا، ومن يريد يضع الرابط يضيفه إلى هنا. أنا سوف أغير الرابط لأني لم أثق في
لأني أريد أن أسحب على بينانس سمارت، بينانس محفظة بينانس كندا الشرق خاوتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.